علشان نروح ونتابع مع بعض ختام فعاليات التدريب المشترك للنجم الساطع 2018 اللي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية. الفعاليات دي بدأت من يوم 8 بمشاركة قوات من أمريكا والدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقبة. أنا حابة أن حضرتكم تشوفوا معانا التقرير ده ونشوف ختام النجم الساطع ونرجع تاني. ابقوا معنا. النجم الساطع 2018 بمشاركة 9 دول و16 دولة بصفة مراقب. النجم الساطع 2018 اختتمت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 والذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 وحتى 20 من سبتمبر الجاري بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية وست عشرة دولة أخرى بصفة مراقب. وقد تضمن التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات التي تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءا من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية في ختام الفعاليات.